بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كأوضل أنا متلا أكون متلا برلمان كفدرال كصومالي أقل كسرة شعب كري أوضل نوا شعب رنتي مرنا بعن أقلاني إن دلكو ذا وصقلو عيدا عن صومالي عيدا كذا هين وحن بقادنا يا إن دلالة دبلوماسية ديد الدولة الفدرال كهيسو سيدا موقتا وحا إن رجينينا إن تاس لغو قولست لكن وحيابها لغو باية الدولة الفدرال كوحيتا هاي إن إذا ماذا إيطاليا ديارنا سينا سوغلان جودها سوماليا إذا نقول شيء هذا إن الشعب كوجادان وحور ورنقوها يا إن دولة دي إيطاليا أوديار جروب السيدة كوسو قري لهاد حدود سوماليا إن دجان ك إن قبل كأوضر إن دولة سوماليا وحافلة إن كور قبطو وحنلاقيها دولة سوماليا دلالة أو وضعان الدبلوماسية كقدرة دلالة جودها يسدي لود دفاع لها أما لوجة دفاع لها إذا ما داس إتو بينا ساقلا جودها دلكينا سيدا أكتهين أيضا هدول جودها ساقلا وحي قعدت وقت بدن كسارس تيسا مركو حنلاقي نمذر مدح وينه أديك وما هتصن أديك حكومة الفدرال كوه جامينا يا حمسة قرشيه نقدر صدا سيدي إذا ما داس إن أسو قل لهن جودها دلكا إن أوحي لين لهن دت كينا دكان قبل كأوضل يدكان كينا بقى هذا أمها سنتين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كأوضل أنا متلا أكون متلا برلمان كفدرال كصومالي أقل كسرة شعب كري أوضل نوا شعب رنتي مرنا بعن أقلاني إن دلكو ذا وصقلو عيدا عن سومالي عيدا كذا هين عيدا ربح حدنا دلكو ذا إنه قاتو وبدو ذا قاتو وحكه هرا يا نفتو ذا وضد شعب مرحلة جميسي حتى هيستوري دير كله دفاع دلكا حتى ديدي إن عيدا ماذا جميسي جوجي دلكا كسه حي ورقضه إن الدمر كود كل اللي كرين إن عرض الصوماليات أي هدي أبطان إن أي دل كود دي بقول لنا قدان تد كهشيس كسه حي جديد إن جمستيه أولي أود ولا ها إنه جوجو كقري إن إن كود لين إن هواين كود إن دول الصوماليات ما أنت لما أقلان كران إن شعب كان رأي أدل وتفيرتي أضيع دي حلي جاز دفاعي دل كنا من أقلان دونان أنت قف بين كنولي هاي نري أوضل أنت عن هم نما أقلان دونا أنا جن جرب كودن تاجن هدي أنكو متلين البرلمان فدرال كسوماليا شروع والبلوب هاي هاي يددال والبلوب هاي هاي ما حد يارونا هاي نجرب كود استاجنو دولة فدرال كنا أنكو ديرجلينو إن الشعب كاس أي جرب استاجتو ما دام ودول كسوماليا أمدي هاي إن بده سوماليا أمدي هاي دولة فدرال كنا أي كود مسؤول تاعي. waxaan ugu baaqayaa in shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan inay u istaagaan ilaalinta minnimada iyo madaxbanaanida dhulkeena inay u istaagaan oo difaacaan qor isku dhiibkana maanta maalinteeni waay waxa noo soo dhiibay aabayaashan iyo awowyaashan iyadoo nabad ah iyadoo xor ah maantana iyadoo intii ka yar inaanu jiilkeena inaan u gudbin oo maanta aan kililkiiba ku soo darno oo maanta ay ku guuleystaan maadaama dhalinyaradu ay yihiin 175 in maanta ay iyaguna keenaan ay yeeshaan kreditka ah in Soomaaliya dhameystiran oo kililkii iyo NFD iyo meel walba ay soo dhameeyeen laakiin maanta in qayb naga mid ah ay sii maqnaato ani taas waan ka digayaa dhalinyaradan waa ku dhiirigelinayaa inay 13kii dhalinyaro ayna ka liidanin maanta ay ka aqoon badan yihiin samayn karaan maanta anaga hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed anoo hooyo Soomaaliyeed ah waxaan leeyahay dhalinyaroy maanta idinkana qaata qor isku dhiibkaas gaarsiiya jiilalka idinka dambeeya dhulko dhameystiran oo nabad ah oo xor ah oo cidna aanay haysan waa maasantii.